وكان دكتور المنتخب طبعا، محمد مدير فني للانديه كثيره، محمد صلاح. بلاش عرايس الكلمه دي عشان بيمشوني بعديها. وكان كابتن نادي الزمالك وكابتن مصر من احسن باكات اليمين في مصر. علاء عبد الغني برضه مساعد كان يلعب في فريق الزمالك ومنتخب مصر. عشرة. ايمن طارق نفس القصه، كان جون المنتخب وجون الزمالك. خلي بالك دكتور طارق ده كان مدرب دكتور المنتخب. حماده انور وطبعا الاقل البدنيه الاخر فين رودريجو. رودريجو ده برازيلي بيتكلم برتغالي زيك. حماده انور مدير اداري ومعاه الطاقم الاداري بتاعه. ابتدي بقى اعرفك باللعيبه طبعا كابتن شيكابالا كابتن الفريق. لا انا مش لا مش هسكت انا اسف. لا من فضلك، لا من فضلك عايز اعرفه اللعيبه، من فضلك عايز اعرفه. جديد لنادي الزمالك. انزل يا انزل. في طبعا اثنين معاونين دي ان شاء الله هيوصلوا عايز اقول للاعلام الكاذب اللي قال ان الراجل راح يتعاقد في افريقيا ومش جاي الزمالك اهو. عايز اقول للاعلام الكاذب انه تصريح النهارده انه اونسيو رافض شيكابالا او الواحد بس وحضنه كانهم اخوات مثلا من زمان اهو. عندنا مؤتمر صحفي ان شاء الله يوم السبت عشان ده ماتش بكره. رئيس الوزراء بنجهز للافتتاح النادي، بنجهز للسيد رئيس الوزراء وعدد كبير من الساده الوزراء ومسؤولين ورياضيين وفنانين وصحفيين وسياسيين. يوم الجمعه ان شاء الله هيبدا الاحتفال الساعه 3 ان شاء الله. المؤتمر الصحفي هيكون يوم السبت الساعه 12. هنقول كل ما اتفقنا عليه في العقد مدته وشرط جزائي ومقدمات كل دول. يمكن بنقدم بس يعني انا رايي ان انتوا ورا ناصف باك شمال ولاعب في المنتخب، علي فتحي باك شمال، دونجا خط وسط منتخب، اسامه خط وسط باك يمين منتخب، مصطفى فتحي. المول واحد يرفع بس ايده عشان يعرفش. مصطفى فتحي زمالك ومنتخب، فتوح بيلعب منتخب الشباب، عمر ده يوسف دافون ناشئين، ريكو خط وسط منتخب، باولو مهاجم خط مهاجم ومنتخب، ايمن حفني منتخب خط وسط، محمد ابراهيم خط وسط منتخب، اللي هم خط وسط المهاجم. ما تسيبوا الراجل بيكسب هتشتم. طب محمد حلمي خسر يا مفتري يا ظالم، انت اللي ضيعت عشان قلت له هتمشي. الكلاب المسعوره دي ملهاش لازمه عندي، الكلاب اللي عماله تطلع بتهوى ودي ملهاش لازمه عندي. وعايز اقول حاجه، الدوري والكاس لما تاخده في سنه واحده. كلنا اتكلمنا عن عبقريه فيريرا، هو كان يومها الزمالك ما ليش رئيس ولا هو الرئيس بس في الهزيمه؟ واحنا بنقينا فيه يا جماعه حاله من الفوضى في الملعب وخارج الملعب غيرنا. وانا بقول تاني ان الهزيمه من سموحه كانت هزيمه متعمده مش من اللعيبه طبعا. تاني بقول متعمده وعلى مسؤوليتي. خلاص؟ فاحنا طبعا بنشكركم الاعلام المستنير المحترم، اما الاعلام اللي عمال يهوهو ها بيهوهو بقاله يومين، واخد بالك يا امين؟ واخد بالك يا اسمه ايه ده؟ الواد المجنون ده، الثاني مجنون ده.